اول واحد اللي كان اسمه كان بياخدوا الفولار الانفرا اوربيتال نيرف الانفرا اوربيتال بس الانفرا اوربيتال نيرف بلوك فحا فوق خلاص باجي اخد الميجنال لاين خط وهمي من الميديال كانسس وزي اي موازي للنيزل سيبتم خلاص بلاقي هنا عضله بتتحرك اسمها اهي اسمها ايه الليفيتور نيزو لابيال مصر اسمها ايه الليفيتور نيزو لابيال خلاص يا فندم لما اعمل لها اليفيشن بلاقي تحتها فريمن اسمه انفرا اوربيتال فريمن خلاص بلاقي جواه مين النيرف انا بحس بالفريمن اهو بيخدر لي ايه الانفرا اوربيتال قلنا بيخدر لي الفيس الوش والابر ليب والنوستر خلاص يبقى اي عمليات في المنطقه دي خلاص بعملها بمين بالانفرا اوربيتال نيرف بس يا كندرا ما تيجي تشيلي انا يبقى خط وهم من ميديال كانسس اوف ذا ار موازي للنيزل سيبتم سوبرا اوربيتال نيرف بلوك من اسمه سوبرا يعني فوق اوربيت فوق الكورنيا حلوش باقي 5 ل 7 سم من الميديال كانسس اوف ذا اي يبقى الميديال كانسس اوف ذا اي 5 ل 7 سم خلاص خلاص يا كدره اهو تمام البروسيس ده اسمه السوبرا اوربيتال بروسيس والفرصه اللي اسمها السوبرا اوربيتال بص ما بينهم الاثنين اهو خلاص اهو واهو بلاقي فريم اسمه سوبرا اوربيتال فريم سوبرا اوربيتال فريم بيخدر لي ايه بيخدر لي الفور هيد والابر ليب الابر ليب ومين والفور هيد ده كده ده التاني تالت واحد اسمه اوريكيرو بالبيبرال نيرف بلوك ده الوحيد الموتور في كل اللي هنعمله بيخدر لي عضله اسمها او بيغذي لي عضله اسمها اوربيكولاريز اوكيولاي ماس دي اللي بتتحكم لي في حركه العين توسع وتضيق فلما اعمل له ديسنسيتايزيشن يعمل لي حاجه اسمها اكنيزيا بس اكنيزيا فلوس اوف الموتور ريفلكس بس خلاص يبقى لما استخدمه في ايه؟ يا اما في الاكزامينشن اوف ذا اي يا اما في ريموفال اوف فورين بادي من الاي بيجي منين؟ نص المسافه ما بين الميديال بيز اوف ذا اير واللاترال كانسس اوف ذا اي بلاقي ريدج هنا كده اسمه او ارش اسمه كله زيجوماتيك ارش كله زيجوماتيك ارش فوق الزيجوماتيك ارش مباشره اهو بلاقي مين الاوريكلو بالبيبرال نير خلاص ده الزيجوماتيك ارش فوقه بلاقي الاوريكلو بالبيبرال انت حاضر ان الوش ده كده مش شايف خلاص يا كدره مدري ده بقى ده الزيجوماتيك ارش كده بس بتاعتك على الزيجوماتيك ارش اهو فوقه بلاقي الاوريكلو بالبيبرال خلاص يا كدره سبع خلاص ثالث واحد اسمه مانديبولو الفولار والمنتال المانديبولو الفولار والمنتال هم عصب واحد هو واحد طول ما هو ماشي جوه المانديبولار كانال اللي موجوده في الفيرتيكال رامس والهوريزونتال رامس في المانديبول اسمه مانديبولو الفولار اول ما يطلع من المنتال فورين اللي تحت هنا سميه منتال نير خلاص تمام تمام يبقى طب اوصل لده ازاي اوصل لده ازاي عشان اوصل للمانديبولو الفولار عندي طريقه في طريقه صعبه وطريقه سهله ناخد الطريقه الصعبه الطريقه الصعبه الاول ايه باخد خطين باخد خطين خط ماشي من لاترال كانسس اوف ذا اي يقطعوا خط جاي من الاوكلوجن سيرفيس اوف ماوث ده اسمه الاوكلوجن سيرفيس اللي هو فتحه السنان يتقطعوا هنا خلاص باجي من جوه بلاقي فورين في الميديا اللي تحت يعني في الميديا من جوه بلاقي فورين احط في الابره بتاعتي الاقي ايه المانديبولو الفولار اهو باخد خطين خط من اللاترال كانسس اوف ذا اي يقطعوا خط من الاوكلوجن سيرفيس اوف ماوث باجي على الفيرتيكال رامس ده اهي من جوه بلاقي فريم بحط في الابره بتاعتي بوصل له بس الطريقه دي صعبه صعبه خالص كمان طريقه سهله باجي من المنتال فريم انا المنتال فريم اهو واحد اهو واحد اهو على الجنبين باجي من المنتال فريم ادخل ابره طويله واحقن ضعف الكميه جوه خلاص فخدر المانديبولو الفولار وخدر مين؟ المنتال بيخدر لي ايه؟ الابر اللور ليب والتشين
طب اللي الثاني اللي هو المانديبولو الفولار بيخدر المانديبول كلها والتيس كمان المانديبول والتيس اللي تحت خلاص يا كادره ده اسمه ايه المانديبولو الفولار كده الخمسه بتوع الهيد خلاص يا كادره حد ما شافهمش الكورنوال بقى هنعتبر ان دي بقر ودي امك دور الارنب خلاص في الكتل بخدر نيرف واحد بس اسمه الكورنوال برانش او في اللاكريمال نيرف او في زيجوماتيكو تيمبورال نيرف موجود فين 3 سم تحت الميديال بيز تحت البيز الظهور اهو هذا البيز فورن اهو تحته 3 سم بالظبط بلاقي مين الود الثاني بقى اهو 3 سم تحت البيز اوف ذا هير بلاقي البيز اوف ذا هور بلاقي مش كان النظر زيجوماتيك ارس زيجوماتيك انا بتكلم دي بقى رجع باللي فات ده كله نسلم اه تمام ماشي بس اللي قادره طيب الثاني في الجود بقى بحقن حنتين الاولاني زي الكتل بالظبط الثاني اسمه الكورنوال برانش اوف 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 ايه بقى مذاكر المحاضر اوف انفرا ريكولار نيل بيجي ازاي الاولاني من الميديال بيز اوف زير 3 سم تحت الثاني من اللاترال بيز اوف زهور تحته اما كان شايل لك كده واحد لاتر خلاص 3 سم تحت البيز بتاع اللي هو واحد ميديا لواحد فوكس هنا كده خلاص واحد هنا مش عارف 50% خلاص الصبيان يطلعوا ويتفضل لي بس اللي ماسك